من أكتر الشخصيات اللي بقت مشهورة على مستوى العالم دلوقتي هو فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بسبب الحرب اللي بينه وبين روسيا، حتى لقبوه السنة دي برجل العام، يعني أشهر شخصية مشهورة السنة دي. والنهاردة هقول لكم مين هو زيلينسكي، لو عاوز تعرف تابع الفيديو. اتولد زيلينسكي سنة 1978 في مدينة كيرفيريا الأوكرانية اللي اتقسمت عن الاتحاد السوفيتي، وهي مدينة صناعية وسط أوكرانيا، وله أصول يهودية، وعاش 4 سنين في منغوليا مع والده اسكندر أستاذ علوم الكمبيوتر، وابتعد زيلينسكي عن عنف العصابات اللي حصلت في المدينة، وطور اهتمامه بالموسيقى والمسرح، وشارك تأسيس فرقة كوميدية ناجحة في أواخر التسعينات، وبعدها عمل شركة كفارتر 95 سنة 2003 واللي اتسمت على اسم الحي اللي اتولد فيه، وحصل على شهادة في القانون من جامعة كيرفيريا الوطنية سنة 2000، وعمل بطولة برنامج كوميدي مدته طويلة ومسلسل ساخر عن مدرس انتخبوه رئيس بشكل مش متوقع، والواضح ان عجبته الفكرة، وفعلا دخل الانتخابات الرئاسية سنة 2019 وفاز فوز ساحق، وتراجعت مكاسبه المحلية بسبب كورونا، يعني كان نحس عليهم، وما قدرش ينهي الصراع في شرق أوكرانيا. وفي أول سنة 2022 لقى نفسه مدفوع بدور الرئيس في زمن الحرب بعد الهجوم الروسي لبلاده، وكانت أكبر غلطة إنه بقى رئيس لأوكرانيا. تتفق أو تختلف معايا أنت حر، بس ده الواقع، إن الراجل ده ممكن يكون سبب في حرب عالمية تالتة، وده اللي بيحاول يعمله، إنه يخلي النيتو يدخل في حرب مباشرة مع روسيا، ودي هتكون كارثة. فالغرب إداله سلاح يحارب روسيا بالنيابة عنهم، وكانت أكبر غلطة لأنه أصلا مش عسكري، يعني ما عندهش استراتيجيات عسكرية، هو واخد الموضوع كشو إعلامي ومش فاهم خطورة اللي هو بيعمله، هو بس عايز ياخد اللقطة بلغتنا إحنا. ودي كانت معلومات مختصرة عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني تعليقاتكم. سلام.